بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. فاكر يا اسطى امبارح لما كنا بنتكلم على موضوع كاس العالم للانديه اللي هتلاقي في المغرب؟ اه يا اسطى الحمد لله، وانا برفع الفيديو قال لك رسميا كاس العالم للانديه في المغرب. الله على العظمه يا اسطى. واحلى حاجه بقى ان احنا قعدنا فرحنا بقى، والجواب واصل، الجواب واصل، والاهلي اتعادل مع فيوتشر بقى وخلاص، يعني مش مهم، المهم الجواب واصل وهنلعب كاس العالم للانديه، علشان خاطر نلاقي هوبا رئيس نادي الرجاء بيقول لك معلش يا جماعه الرجاء هيشارك في كاس العالم. اه معلش انا هشتكي للفيفا، ومعلش انا هشتكي للاتحاد المغربي، انا هلعب كاس العالم. ليه يا عم سعيد؟ ليه؟ خير يا عم عزيز؟ خير يا عم عزيز؟ في مين اللي زعلك؟ بس قال لك لا معلش، الودان هيشترك بما انه بطل افريقيا، وانا هشترك بما اني وصيف الدوري. حلوه الصيغه دي، حلوه الصيغه دي. يعني الكلام على ايه؟ الكلام انا هشتكي في الفيفا، والفيفا هو المفروض ينهي في القصه دي، الفيفا هو اللي هيقول لي انا هشارك ولا مش هشارك. اللي هو ايه يا عم عزيز؟ في ايه؟ هو انت بطل دوري؟ لا. طب بطل افريقيا؟ لا. بس انا وصيف بطل دوري. بس معلش يعني المفروض ان في فقره من الفقرات بطوله كاس العالم للانديه بتقول ان ممنوع ان ناديين من نفس البلد يشاركوا. لا انا ماليش فيه، انا راجل بطالب بحق الرجاء. يعني احنا كنا قاعدين نقول هي ربنا كرمنا البطوله تلعب في المغرب عشان الاهلي يلعب فيها، وحضرتك جيت من بعيد وقلت ان الرجاء ليه حق ان هو يلعب فيها. على العموم احنا هنستنى نشوف الفيفا هتقول ايه وهتعيد ايه في القصه دي. بس قول لي انت عزيزي، هل سمعت قبل كده عن ناديين من نفس البلد شاركوا في كاس العالم للانديه، ولا دي اول مره في حياتك تسمع عن فكره ان ناديين من نفس البلد ممكن يكونوا موجودين في كاس العالم للانديه؟ وماذا بشان الاختيار الرسمي الذي ارسله فيفا للنادي الاهلي يفيد بمشاركته في كاس العالم للانديه؟ هل ده هيترمي؟ والله يا اسطى احنا في عالم غريب وعجيب ومريب، وممكن نلاقي نادي البركان صحي الصبح قال لك بص يا اسطى انا بطل الكونفدراليه المفروض ان انا اشارك. ففي حاجات كتير غريبة ومريبة في عالم كرة القدم الأفريقية، وكل حاجة فيها للأسف واردة. طول ما أنت عندك علاقات أكتر طول ما أنت ممكن تكسب، لحد ما نشوف مين اللي هيكسب في القصة دي. فهي دي الحكاية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك أو سبسكرايب، ما عجبكش الفيديو فأنت تتوقع مين اللي يلعب كأس عالم للأندية، الأهلي والوداد ولا الوداد والرجاء؟